اعترفت ديباجة هذا المشروع بالطاقات والخزان الذي يمثله الشباب الذي يعتبر القلب النابض لبناء الجزائر الجديدة. كما دستر هذا المشروع مرة أخرى المجلس الأعلى للشباب واستحدث المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي نعتبره فضاء استشاريا يكون فيه للمجتمع المدني إسهاما قيما في تصور السياسات العمومية في تنفيذها في الميدان وخاصة في تقييمها.